أول شيء مشكورين وسائل الإعلام اللي جيتوا اليوم من أجل متابعة مجريات الدورة العادية ديال شهر سبتمبر. الدورة العادية فيها يعني مجموعة ديال النقاط، خصوصا أنكم كتعرفوا هذه الدورة هي اللي كتمر فيها التصويت والمصادقة والمناقشة الميزانية ديال التسيير، لأن الميزانية ديال التسيير ديال مجلس مقاطعة المنحة ديال التسيير ديال مجلس مقاطعة النرا. فكان حضور مكثف، وأنا أشكر جميع يعني المستشارين والمستشارات والفرقاء السياسيين اللي كيشكلوا هذا المجلس على الحس الوطني ديالهم، واللي جاوا اليوم يعني رقم قياسي من خلال الحضور، واللي كانوا حاضرين كاملين وناقشنا بجدية وموضوعية مشروع الميزانية المخصصة ديال التسيير المخصصة لمجلس مقاطعة ديال المنارة. وثانيا كانت نقطة اللي هي جد مهمة فيها ما يخص النقطة المتعلقة بالديغراداسيون أو يعني التراجع ديال واحد مجموعة ديال الطرقات نتيجة الأشغال اللي كتقوم بها واحد مجموعة ديال الشركات، من ضمنهم الشركة ديال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش، وكذلك أصحاب لي ريزو، مجموعة دوك ديال الاتصالات، وكذلك مجموعة ديال لي زوبيراتور اللي كاينين في مقاطعة ديال المنارة واللي كيشتغلوا على مستوى المجلس الجماعي، واللي أحدثوا فعلا مجموعة ديال الحفر ومجموعة ديال التراجع ديال البنية التحتية على مستوى مقاطعة المنارة. وكان لابد أننا نستدعيو الوكالة واللي أعطتنا التوضيحات في هذا الباب، وشفنا كيفاش خصنا نتعاملوا مستقبلا مع هذا الموضوع، لأن المواطنين كيتشكاو المقاطعة ما دايرهاش الحفاري، ولكن كاين أشغال اللي كدير الحفاري واللي هي خارجة على الإرادة ديالنا، وهي خاصها تكون، لأن الأراضي ما كنعرفوا راه هي يعني كتستخلص الواجبات ديالها، كتستخلص كل شيء من عند المواطنين من أجل إقامة هذه الأشغال، ولكن خصنا الفعالية في إرجاع الحالة كما كانت عليه. هذا موضوع آخر. عندنا موضوع ديال إحداث واحد أحياء صناعية من الدرجة الثالثة أو لا مركبات القرب فيما يخص المهن المزعجة. ما يمكنش نقبلوا اليوم أن الناس ما كتنعش في بعض الأحياء، كتلقى واحد المهن اللي هي صعيبة. ما يمكنش اليوم السبت الأحد يوم العطل بالليل بالنهار، بعض المواطنين ما كيقدروش أنهم يتحملوا. فاليوم التمسنا من السيدة رئيسة المجلس على إحداث واحد الحي صناعي من الدرجة الثالثة، وكذلك في التجزئات السكنية الجديدة أنهم يوفروا واحد المركبات ديال القرب الخاصة بهذا المهن، باش ما باقيش يكونوا تحت الديور ديال الناس وفي أماكن سكنية. حيت أنا كنت اليوم تنضلو كنتريطيو، عندنا معدل ديال 7 شكايات يوميا فيما يخص هاد المهن المزعجة والملوثة. عندنا موضوع آخر اللي هو تداولنا فيه اليوم، وهو موضوع ديال إحداث المرافق الصحية. المرافق الصحية، دورات المياه والمراحل، غير مقبول اليوم أننا فضاءات عمومية، حدائق كبيرة ما كنلقاوش فيها مرافق صحية. فالتمسنا من السيدة العمدة مشكورة اللي هي كتستجب لنا دائما على مستوى المجلس الجماعي، أن السيدة العمدة تدخل بما تتوفر عليه من إمكانيات أنها تقوم اليوم بإحداث أو تخصيص هاد المرافق الصحية، خصوصا بقطب المواطن، الحدائق العمومية اللي اليوم المواطن كيمشي كيقضي حاجته على الحائط أو على الأشجار أو على هذا، كيتبولنا على الأشجار، كيديرنا الغائط على المركبات. كنشوفوا اليوم حتى على مستوى المدينة السور التاريخي للمدينة، سور تاريخي للمدينة اليوم تتمشي ما تقدرش تدوز محداه، وهذا يسيء لنا كمجلس، يسيء لسمعة المدينة، يسيء لنا من الناحية السياحية. وكنظن أننا خصنا المواطنين تكون واحد الحملات تحسية من أجل تجاوز هذا الأمر. عندنا يعني كانت عندنا نقطة أخرى مخصصة الدخول المدرسي، يعني تاع الدار. كان حاضر معنا الاخ ديال الممثل ديال الوزاره ديال الاكاديميه، يمكن لطارئين ما لا اعلمه غادرنا، ولكن غادي نحاولوا هذه النقطه يتم ارجاؤها الى دوره، غادي نخصوا لها دوره استثنائيه خاصه، لان المهم النقطه ديال التعليم هي نقطه مهمه جدا، خصوصا اننا امام دخول مدرسي. خصنا كنا بغينا نعرفوا هذا الموضوع، ولكن خلال الايام القادمه غادي نديروا دوره استثنائيه خاصه بالتعليم، وغنطلبوا فيها حضور السيد المدير الاقليمي شخصيا
لان غيكون عندنا متسع ديال الوقت من اجل مناقشه هذا الموضوع لما يحمله من اهميه ومن اولويه لا سواء داخل مجالس المنتخبه او على مستوى الحكومه. السيد الرئيس يعني لاحظنا بانه في الاحاطه علما كانت واحد النقاش كبير على قاعات المخطط والقاعات ديال المركبات الرياضيه اللي كاينين في المقاطعه وطريقه الاستغلال ديالهم والناس اللي تيستغلوا. هذا الشيء كان قديم ولكن اليوم شفنا بانه كان يعني واحد المداخلات كثيره في هذا الصدد. واش هذا الشيء ما عندوش علاقه بالحسابات السياسيه او الطابع السياسي؟ حسابات سياسيه مع من؟ مع الناس اللي تيسيروا. اولا هذا ملي كنجيو هنا للمجلس الرئيس يمكن يتوقع اي سؤال يتطرح عليه او لاي احاطه. انا طلب مني استفسرت من طرف المنتخبين حول وضعية واحد القاعة من القاعات التابعة للعصبة ديال الجونباز، العصبة الجهوية ديال الجونباز. طلب مني أن تسحبوني أنا اللي فوتها. قلت لهم المدير أنا ما فوتت حتى شي حاجة، هذا موضوع نوقش في إطار اتفاقية على مستوى المجلس الجماعي واللي هو كاين فيه موضوع اتفاقية ودوزنا هذه دايزة شحال هذه ماشي عاد اليوم، واتفاقيه عند يعني كاين عندها الدعم وكاين عندها كذا وفيها واحد المجموعه ديال الشروط. وفق هذه الشروط هادو الساده المستشارين والمستشارات نبهونا بانه يجب استرجاع هذه القاعه وكذا وكذا وكذا. انا ما يمكنش نرجع، انا مع واش انا جهه مانحه هي المقاطعه، الجهه المانحه هي المجلس الجماعي. واقترح مجموعه من الاعضاء ان يتم مراجعه جميع المركبات اللي هي موضوع اتفاقيه واللي غادي خص تدبرها شركه التنميه المحليه البهجه، لان ما الفائده من احداث يعني شركه محليه لتدبير المرافق الثقافيه والرياضيه وحنا كنديروا اتفاقيات جانبيه. هذا موضوع يعني مهم يجب، ولكن لا يجب ان نستني اي مركب او اي مرفق تابع للجماعه من يعني انه وفق ترتيب او وفق الاهميه ديالو انه يخضع الشركه ديال التنميه المحليه البهجه اللي هي اليوم راه تحدثات وصوتنا عليها هذيك النهارات. فاحنا ما كرهناش، لان حتى الامكانيات اللي عندنا هي امكانيات جد بسيطه فيما يخص المركبات الكبرى، فيما يخص المركبات الكبرى بحال القاعة المتعددة الاختصاصات ديال المحاميد، بحال المكتبة الكبرى، بحال كذا، المجموعة ديال الحوايج. إما لأن إلا ما كانش عندنا حنا الإمكانيات مرصودة باش ندبروها غتبقى علينا غير عيب وما غاديش أدي الدور ديالها. فالإخوان ناقشوا كما ناقشنا واحد المجموعة ورفعنا ملتمسات، والملتمس عندما يتم رفعه للسيدة الرئيسة قد يبرمج وفق اهميته وضرورته، قد يبرمج وقد لا يؤخذ به داخل المجلس الجماعي. حتى شحال من ملتمس درناه، ولكن واش كاع الملتمس كيدوزوا؟ كيتكون متنبيه، كيكون كذا، السيده العمده كيكون عندها رؤيه اخرى، ولكن هذا موضوع سيطرح كذلك على حتى اذا ما تم قبول ملتمس ديال المقاطعه سيتم عرضه على المجلس الجماعي اللي هو تا هو يعتبر الدرجه الاولى في اخذ يعني النقاط والتصويت عليها، وسيتم التداول فيه وفق المجلس الجماعي عليه. راه ما عندنا ما نقولوا لان هذا التداول ما وافقش عليه راه كيبقى الوضع كما هو عليه، لان احنا حتى شي حاجه ما كتبقى دائمه وحتى شي حاجه ماشي هذا شي حاجه اللي ما يمكنش مراجعه. راه الناس حتى الافكار ديالها كتراجعها ماشي غير واحد المجموعه ديال القرارات اللي كتخذ على مستوى مجلس الجماعه. احنا هدفنا الاسماء وان سيدنا الله ينصرو. اليوم شتونا الجنه في الاولمبياد، كانت مراتب جد مخجله. فقطاع الرياضه يجب يعني نفتحوا على الجهات هذا باش حتى هذا القطاع نعطيه اهميته داخل المجلس، داخل المجلس يكونوا عندنا القاب. حنا بينا ابطال وبينا كذا وبينا واحد المجموعه في جميع الرياضات، وبين الكوكب تطلع تولي ترجع للمكانه ديالها، بين الاولمبيك تمشي مزيان، بين المولوديه تعاود يرجع لها التوهج ديالها، بغينا الاتفاق تستمر، بغينا واحد المجموعه ديال الانديه اللي كاينه في مراكش تمشي، لان هذا الاهتمام بالرياضه داكشي اللي كدير الرياضه في الترويجي اعلاميا والترويجي سياحيا واقتصاديا اكبر ما يقوم به السياسه او غيره. شكرا. شكرا.